تخدر الناس قبل يومين أيضا. أستمع إلى عالم كبير، لن أقول من أي مؤسسة دينية، عالم كبير ومؤلف كتب وأستاذ أكاديمي جامعي كبير كبير، يتحدث يقول لو أحد سب أمي، طبعا ما في سب العمل قذف أن تخذف أمه، حاشاها وحاشاه، قال لو سب أمي أقتله. قال قلت هنا الجهل يتحدث، التقاليد ليس الدين. يا رجل أنت عالم شرعي كبير مؤلف كتب في الدين في الشريعة في الفقه، سب أمك أو سب أم أي إنسان، وتباً للساب طبعاً، وتباً للفحش والتفحش والبذاء أيها الإخوة، فيه حد شرعي مذكور في الكتاب الكريم 80 جلدة، هذا إن قذف طبعاً، إن سب بأنها قصيرة أو دميمة أو كذا أو حمراء أو سوداء هذا شيء آخر، فيه تأديب آخر لا يبلغ الحد، لكن إن قذفها في عرضها وحاشها 80 جلدة، قال أقتل. طبعاً تقتل، لأنك لا تتكلم باسم الدين وأنت عالم دين، هذه التقاليد والعادات تفعل فيك فعل هيروين، أنت مخدر يا مسكين يا عالم، وفي التلفزيون في الفضائيات ومش خجلان، والمذيع بهز راسه، النعم النعم طبعا نقتلها نقتله طبعا، يسب الأم نقتله، أي شرع أي دين هذا؟